وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات، لهذا أيضا لاقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا، إنكم لا تنفعون شيئا، انظروا، العالم كله ذهب وراءه. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيليبوس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فأتى فيليبوس وقال لأندراوس: ثم قال أندراوس وفيليبوس ليسوع: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب، نجيني من هذه الساعة. ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب، مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد. وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك. ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟
النور معكم زمانا قليلا بعد. فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور.